السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي متابعينا على اليوتيوب. بعد بسم الله والحمد لله، وبعد أن نصلي جميعنا على محمد صلى الله عليه وسلم حبيبنا ونبينا، اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. شاء الله سبحانه وتعالى أن أفتح اليوم كتاب الله، فوجدت نفسي أمامي آيات جميلة هي سورة الغاشية. وسورة الغاشية هي سورة مكية، عدد آيتها 26 آية، وهي سورة جميلة جدا، وتتحدث عن يوم القيامة وجزاء الكافرين وثواب الصالحين المؤمنين. ولكني وجدت فيها بعض الكلمات التي قد تغمض على بعضنا، فقررت بيني وبين نفسي أن أوضح بعض معاني تلك الكلمات، فإن أحسنت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي، ربي يغفر لي. هيا سويا نتصفح بعض آيات سورة الغاشية وبعض معاني كلماتها. يقول الله سبحانه وتعالى: هل أتاك حديث الغاشية؟ بمعنى على فكرة، هل هنا ده سؤال بيخلي الواحد سبحان الله ينتبه، يقول لنفسه إيه حديث الغاشية ده؟ وهي بمعنى قد، لأن كل ما هو آتي هو في علم الله سبحانه وتعالى معلوم، كما أن كل ما هو ماضي في علم الله سبحانه وتعالى معلوم. الله سبحانه وتعالى يعلم ويعلم ما سيحدث غدا، وما سيحدث بعد ساعة، وما سيحدث يوم القيامة. المهم، هل هنا بمعنى قد أتاك حديث الغاشية؟ كلمة الغاشية يعني الداهية التي تغشي الناس بشدائدها وتلبسهم أهوالها. يبقى الغاشية يعني إيه يا جماعة؟ الدهية اللي ممكن والعياذ بالله تغشى الناس بشدائدها وتلبسهم أهوالها. يوم القيامة ده أكبر دهية وأكبر موقف ممكن يحصل لبشر. قال بعض المفسرين المقصود النار، من قوله تعالى: وتغشى وجوههم النار. وجوه يومئذ خاشعة. على فكرة أنا أميل لأن حديث الغاشية أي أهوال يوم القيامة. وجوه يومئذ خاشعة. الوجوه اللي بتبقى خاشعة دي يعني إيه خاشعة؟ على فكرة كلمة خاشعة يعني ذليلة لما اعترى أصحابها من الخزي والهوان. فهنا الوجوه المقصود بها وجوه الكفار. وإنما الله سبحانه وتعالى خص الوجه، عارفين ليه يا جماعة؟ أنا وإنتوا عارفين، أما منبص في وشوش بعض منعرف إن كانت أمل ولا محمد ولا إبراهيم ولا علي ولا محمود ولا رنا ولا أي اسم فينا وأي شخص فينا، إن كان حزين أم مسرور. فالله سبحانه وتعالى خص الوجه لأن الحزن والسرور إذا استحكما في المرء أثرا في وجهه، يظهر الأثر ذلك على وجهه مهما نحاول نخبيه. فكلمة وجوه أي وجوه الكفار، وإنما خص الوجه لأن الحزن والسرور إذا استحكم في المرء أثر في وجهه. وجوه يومئذ يعني يوم إذا غشيت، أي يوم إذا قامت القيامة. خاشعة، قلنا خاشعة أي ذليلة لما اعترى أصحابها من الخزي والهوان. عاملة ناصبة، يعني إيه عاملة ناصبة؟ أي أنها تعمل في النار. الله، هي الناس اللي داخلين النار دول هيشتغلوا؟ آه هيعملوا في النار، ولكنه عملا سيتعبون فيه تعبا شديدا جزاء كفرهم وعنادهم وإيذائهم للمسلمين وللمؤمنين. طب يتمثل في إيه؟ عاملة النصيبة أي تعمل في النار عملا تتعب فيه، وهو جرها السلاسل والأغلال. هيكون في أعناقهم سلاسل، وفي جسمهم مكبل بسلاسل، وفي إيديهم وفي رجليهم سلاسل ثقيلة.
وهم في النار يخوضون فيها كما تخوض الإبل في الوحل، ويجرون السلاسل المقيدين فيها. ويقول بعض المفسرين أنها تخوض في النار كما تخوض الإبل في الوحل، وارتقاؤها دائبة في صعود من نار وهبوط في حدور منها، طلعين نزلين بالسلاسل بتاعتهم وهم داخل النار. شوفوا عذاب شديد. وقيل أنها عملت في الدنيا أعمال السوء والتزت وتنعمت بالسوء، فهي في نصب وتعب منها في الآخرة، فهذا عقاب لأفعالهم بالسوء. تصلى نارا حامية. يعني إيه تصلى نارا حامية يا جماعة؟ دي سهلة خالصة. تصلى أي تصل، نارا حامية أي تدخل نارا قد أحميت مددا طويلة، فلا حر يعدل حر النار والعياذ بالله. ربنا يعافينا وإياكم. تسقى من عين آنية. يعني إيه تسقى من عين؟ إيه هم طبعا الواحد لما بيبقى فيه جو حار شديد الحرارة الناس بتعطش، فإذا ما طلبوا الماء يجدوا عين ماء آنية، أي من عين ماء قد انتهى حرها. كلمة قد انتهى حرها أي ذات حرها. والتأنيس في هذه الصفات والأفعال راجع إلى الوجوه والمراد أصحاب هذه الوجوه، بدليل قول الله سبحانه وتعالى ليس لهم طعام إلا من ضريع. الضريع ده نبت في النار، هذا النبت برضك موجود منه في الصحارى في الدنيا. النبت ده يقال له الشبرق إذا ما كان رطبا ولينا، أما إذا يبس فيقال له ضريع. وعلى فكرة هذا الطعام وهذا الضريع وهذا الشجر يكون سم قاتل لا يسمن ولا يغني من جوع. المهم لابد أن نذكر أن العذاب ألوان، والمعذبون طبقات، كل على قدر اسمه، إلا من تاب الله عليه قبل أن يموت وعاد إلى الطريق السوي. فالعذاب ألوان والمعذبون طبقات، فمنهم والعياذ بالله أكلت الزقوم، ومنهم أكلت الغسلين، ومنهم أكلت الضريع. ولا تناقض بين هذه الآية وبين قول الله سبحانه وتعالى ولا طعام إلا من غسلين. ربنا سبحانه وتعالى بيصف بقى ليس لهم طعام إلا من ضريع، بيصف هذا الطعام اللي هو طعام الضريع أنه لا يسمن ولا يغني من جوع. لا يسمن في محل جر، لأن وصف، لأنها وصف لضريع. ولا يغني من جوع يعني إيه؟ دايما يا جماعة الغذاء يكون له أثران، أول أثر وأول منفعة أنه يسمن، تاني منفعة أنه يبعد عنا الجوع. فكلمة لا يغني من جوع، لا يسمن ولا يغني من جوع، منفعة الغذاء منفيتان عنه، وهما إماطة الجوع أي إزالته وإبعاده، وإفادة السمن في البدن. ربنا بقى بعد كده بيوقف وصف الناس اللي كفروا وأذوا الآخرين إزاء شديدا، ويتكلم عن الصفة المقابلة. بيتكلم عن مين؟ عن المؤمنين. يقول الله سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية. بيكلمنا عن نعيم المؤمنين في الجنة. وجوه يومئذ، ثم وصف وجوه المؤمنين ولم يقل ووجوه، يعني ما عطفش الوجوه بتاعة المؤمنين على الوجوه السابقة بتاعة الكفار. ليه؟ لأن الكلام الأول قد طال وانقطع. احنا خلاص نقطة ومن أول السطر هنكلمكم بقى عن نعيم المؤمنين في الجنة. وجوه يومئذ ناعمة. يعني ايه ناعمة؟ أي متنعمة في لين العيش. الواحد لما بيبقى ربنا موسع عليه كده هوت، والدنيا ما شاء الله ما شاء الله عليهم، ربنا موسع عليهم ماديا وصحيا وإيمانيا، بتجد وجوههم عليها العزة والكرامة ونعومة، حتى نقوله فلان ده اتغير خالص بعد ما ربنا كرمه. لسعيها راضية. يعني إيه لسعيها راضية؟ هم رضوا عن هذا الجزاء الذي أعطاهم الله له بعملهم وطاعتهم له،
لسعيها راضية، أي رضيت بعملها وطاعتها. لما رأت ما أداهم إليه ذلك من الكرامة والثواب عند الله سبحانه وتعالى في جنة عالية. الجنة معروف، الجنة عالية أي من علو المكان أو المقدار، لا تسمع فيها لغية، لا تسمع فيها لغية. الله سبحانه وتعالى بيخاطبنا بيقول إن هذه الجنة لا تسمع فيها أيها المخاطب ومحمد صلى الله عليه وسلم وكل من وصلته هذه السورة أو هذه الوجوه نفسها، لا تسمع فيها لغية. كلمة لغية أي لغو، أو كلمة ذات لغو، أو نفسا تلغو، حيث لا يتكلم أهل الجنة إلا بالحكمة، وحمد الله على ما رزقهم من النعيم الدائم. ربنا يجعلني ويجعلكم ويجعل ولادي وولادكم وولاد المسلمين إلى يوم الدين منهم، ونعمل بعملهم إلى يوم الدين يا رب يا رب. فيها عين جارية، فيها عين جارية أي عيون كثيرة، حيث نكر الله سبحانه وتعالى العين، فهي ليست عين واحدة ولكنها عيون كثيرة. فيها سرور مرفوعة، طبعا السرور دي جمع سرير، مرفوعة من رفعة المقدار أو المكان، ليرى المؤمن بجلوسه عليه جميع ما أعطاه الله ربه من الملك ومن النعيم. فالسرور جمع سرير، ومرفوعة من رفعة المقدار أو المكان، ليرى المؤمن بجلوسه عليها جميع ما أعطاه ربه من الملك والنعيم. فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة. الأكواب جمع كوب، وهو القطح في اللغة العربية، وقيل آنية لا عروة لها. يعني إيه لا عروة لها يا جماعة؟ إيه العروة دي يا أستاذة؟ العروة من الدلو والكوز ونحوه هي المقبض، والكوب معروف بالنسبة لنا، كوب ملوش مقبض. موضوعة، موضوعة بين أيديهم ليتلذذوا بالنظر إليها، طبعا حتكون حاجة راقية جدا. أو موضوعة على حافات العيون معدة للشرب. فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة. اللي جاية بقى في بعضنا ما يعرفش معناها، ونمارق مصفوفة. إيه النمارق دي؟ النمارق اللي هي الوسائد، مفردها نمرقة. إيه بقى النمرقة دي؟ النمرقة دي يا جماعة زي ما قلنا وسائد، أي مخدات كده صغيرة شكلها حلو جميل، مرصوصة بعضها إلى جنب بعض، وده اللي احنا بنعمله لما بنكون عايزين نجمل مثلا الأنتري أو قط النوم، بنعمل وسائد كده كتيرة رصها بطريقة شيك. أي يبقى نمارق هي وسائد، مفردها نمرقة مصفوفة بعضها إلى جنب بعض. مساند ومطارح، أينما أراد أن يجلس جلس على واحدة واستند على الأخرى. بصراحة دلع دلع، ربنا يكرمنا ويكرمكم يا رب. وزرابي مبسوسة. ايه زرابي دي يا مدام؟ زرابي هي البسط. ايه بقى البسط دي؟ السجاجيد يا جماعة، سجاجيد فاخرة، وبسط عراض فاخرة، جمع زربية. ايه بقى الزربية دي؟ هي مفرد الزرابي، يبقى مفرد الزرابي زربية. الزربية دي قلنا بسط عراض فاخرة، أي سجاجيد عريضة فخرة جدا. مبسوسة أي مبسوطة أو مفرقة في المجالس. ثم الله سبحانه وتعالى ينقلنا نقلة جميلة أخرى، فيلفت نظرنا إلى مظاهر قدرته سبحانه وتعالى. ليه؟ لأنه لما أنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآيات في صفة الجنة، أنكر الكفار ذلك واستبعدوه لكونهم لم يشاهدوا شيئا منه في الدنيا. وإحنا عارفين أن الكفار يا جماعة كانوا في صحراء، وكانت أهم حاجة وما زالت أهم حاجة، وهي حاجة عظيمة وجميلة ربنا خلقها لنا في الصحراء اللي هي بيتحركوا بها، اللي هي الإبل. فقال الله سبحانه وتعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. يعني إيه أفلا ينظرون إلى الإبل؟ أي أفلا يتأملون كيف خلق الله سبحانه وتعالى الإبل؟ فهي طويلة، ثم تبرك حتى تركب ويحمل عليها، ثم تقوم. فكذا عارفين السرير المرفوعة دي، السرير يطأطئ للمؤمن كما تطأطئ الإبل. وإلى السماء كيف رفعت؟ يا جماعة منظر التقاء السماء بالصحراء رائع. الصحراء فيها حاجات جميلة، لدرجة الناس بتعمل
سفاري وبتعمل رحلات عشان تتأمل هذه الجبال الجميلة والإبل وما إلى ذلك، فعلا بتبقى مناظر حلوة جدا. فبيلفت نظرهم ربنا بيقولهم أفلا تنظرون إلى إبل كيف، أفلا ينظرون إلى إبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت رفعا بعيد المدى بلا إمساك وبلا عمد، ونجومها تكسر هذه الكسرة فلا تدخل في حساب الخلق، فكذلك أكواب الجنة. وإلى الجبال كيف نصبت، يعني إيه وإلى الجبال كيف نصبت؟ أي كيف خلقها الله سبحانه وتعالى راسخة لا تميل مع طولها الشديد، فكذلك النمارق. يبقى إلى الجبال كيف نصبت نصبا ثابتا فهي راسخة لا تميل مع طولها، فكذلك النمارق. وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت، إيه بقى إلى الأرض كيف سطحت ديت؟ إحنا عارفين إن الأرض يا جماعة مسطحة، أماكن منها كثيرة جدا مسطحة، وربنا سبحانه وتعالى قام بتمهيدها وتوطئتها، فهي كلها كأنها بساط واحد ينبسط من الأفق إلى الأفق، فكذلك الزرابي. ويجوز أن يكون المعنى أفلا ينظرون إلى هذه المخلوقات الشاهدة على قدرة الخالق حتى لا ينكر اقتداره على البعث، وأنا أميل إلى هذا التفسير. فيسمع إنذار الرسول صلى الله عليه وسلم ويؤمن به ويستعد للقائه، وتخصيص هذه الأربعة بالذكر لأن هذا خطاب للعرب وحث له على الاستدلال، وإنما المرء مننا بيستدل بما تكثر مشاهدته له، والعرب يا جماعة بيكونوا في البوادي فينظرون فيها إلى السماء والأرض والجبال، والإبل هي أعز أموالهم. وللآن الإبل لها مكانة عظيمة جدا وسيظل إلى يوم القيامة لها مكانة عظيمة جدا، وهم أكثر استعمالا للإبل من سائر الحيوانات، ولأنها تجمع جميع الحاجات المطلوبة من الحيوان، وهي النسل والضر والحمل والركوب والأكل بخلف غيرها، فهي الوحيدة القادرة على المشي في الصحراء بدون أن تنغرس قدميها ولفترات طويلة، وهي ممكن أن لا تأكل شهرا ولا تشرب لمدة شهر ولا يحدث لها شيء. فلفت الله سبحانه وتعالى أنظرهم إلى الإبل وإلى السماء وإلى الجبال وإلى الأرض والتي يشاهدها دائما. ربنا بيقول فذكر، أي فذكرهم بالأدلة اللي تفكروا فيها، إنما أنت مذكر أي ليس عليك إلا التبليغ. الآيات رائعة وجميلة، وإن شاء الله هنكملها في لقاء آخر حتى لا أطيل عليكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وإلى لقائنا القادم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.